إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الإخوة الحضور، الأخوات الحاضرات، المتابعون والمتابعات، نستمر وفي الكلام عن هذا الموضوع الكبير الذي هو: لماذا أنا مسلم؟ لماذا أنا مسلم؟ وذكرنا في الأسابيع التي مضت أن أصول الإيمان الستة، التي هي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أن هذه أصول الإيمان تعطي للعبد راحة وطمأنينة قلبية، فهي موافقة للعقول السليمة وبعيدة عن الخرافات. وبدأنا نتكلم عن الإيمان بالله، وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن الإيمان بالملائكة، واليوم سنتكلم عن الإيمان بالرسل، وكيف أن المسلم يفتخر بعقيدته تجاه الإيمان بالرسل. وهذا هو الذي نريد أن نصل إليه من خلال موضوعنا، موضوع هذه الخطبة إن شاء الله. يقول العلماء إن من جلائل الإسلام، مما يدل على جلالته، الإيمان بجميع الرسل، الإيمان بجميع الرسل، وتصديق الرسالات بعضها بعضا. هذا من جلائل الإسلام، من الأمور التي تدل على عظمة هذا الدين، أننا نؤمن بجميع الرسل، ونؤمن أن هذه أن الرسل يصدق بعضهم بعضا. فهذا لو فكرت فيه في حد ذاته يجعلك يعني تفكر في عالمية هذه الرسالة التي جعلها الله تعالى دلالة للإنسانية لتعرف ربها. هذه الرسالة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون فيها دلالة للإنسانية كاملة لتعرف ربها ولتعرف المقصود الذي من أجله خلقت. المؤمن المسلم يؤمن بأن جميع الرسل صادق، جميع الرسل صادق، وأن جميع الرسل مصدق، وأنهم بارون، وأنهم راشدون، وأنهم أتقياء، وأنهم بررة وأمناء. هذه عقيدة نعتقدها في جميع الرسل،
ليس في رسول دون رسول. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. أين هو التفريق؟ هل هذا يمنع التفاضل أن هذا أفضل من هذا؟ لا يمنع، ولكن لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نؤمن ببعض ونكفر بالبعض الآخر. لا نفرق بين أحد من رسله معناه كما فسره المفسرون، لا نؤمن مثلا بالنبي عيسى ونؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي نراه في الواقع. وكم تكلمنا مع غير المسلمين فيقول لك أنا أؤمن بالخالق، فيأتي إلى مسألة الرسل فيتيه، فقد يؤمن بالبعض ولا يؤمن بالبعض ويؤله البعض، فتجد عندهم لخبطة في هذا الباب. ولهذا قال العلماء من جلائل هذا الدين الإيمان بجميع الرسل، والإيمان أن رسالات الرسل يصدق بعضها بعضا، وأن هؤلاء الرسل كلهم مرسلون من عند الله، فهم قد بلغوا الرسالة ولم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا. قال تعالى عنهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فاعتقاد المسلم في الرسل أن جميع الرسل يبلغون دعوة الله، لم يزيدوا لم ينقصوا لم يكتموا لم يغيروا، هذا عقيدة المسلم، هذه عقيدتنا. وإرسال هؤلاء الرسل أيها الإخوة هو رحمة منه بعباد الله تعالى، رحمة من الله بعباده، وعناية من الله بهؤلاء العباد. لماذا؟ لأن الله تعالى أرسلهم ليدلوا الناس على الصراط المستقيم، وليبينوا للناس كيف يعبدون الله تعالى، ولا يمكن للعقل البشري أن يدرك ذلك بدون معرفتها، بدون ما إرسال هؤلاء الرسل. شيء العقل البشري لا يهتدي ولن يهتدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم إلا برسالة أو رسالات الرسل. فلابد أن نعي أن إرسال الرسل هو رحمة من الله، وهو عناية من الله تعالى بعباده. ثم من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يفقهها المسلم وأن يبلغها لغيره من الناس، هو أن جميع الرسل اتفقت رسالاتهم في أصول الدين. كل نبي جاء وكل رسول أرسل إلا وقد أمره الله تعالى بأن يبلغ الناس أن الله تعالى هو المعبود بحق في هذا الكون، وأنه لا يجوز أن يعبد غيره في أرضه. قال تعالى في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني الله تعالى بعث في كل أمة رسولا. بأي رسالة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا كل ما يعبد من دونه. كل رسالات الأنبياء وكل الرسل جاءوا بهذا الأصل العظيم، لا تفريق ولا خلاف بين جميع المرسلين في أصل الرسالة، وهو أنهم جاءوا إلى البشرية جمعاء ليبلغوها أن الله تعالى هو المعبود بحق لا معبود سواه. وأما الفروض المتعبد بها مثلا الصيام والصوم والحج وغير ذلك من العبادات، فقد جاءت أحكام يعني في شرعة يعني تختلف فيها الشرعة الأخرى. قال تعالى في كتابه الكريم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالصيام مشروع في الديانات الأخرى، وهذا دائما نكرره في آيات القرآن الكريم، أن الله تعالى فرض على الناس كما الصيام كما فرضها على الأمم التي كانت من قبلنا.
إلا أن الشرائع تختلف، ولا اختلاف في الأصل، لأن كل الشرائع تخدم الأصل العظيم وهو عبادة الله وحده. ف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد في الحديث الصحيح الذي جاء عند الإمام البخاري ومسلم، قال: الأنبياء إخوة لعلات، قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ العلة هي المرأة مقابل المرأة الأخرى المتزوجة برجل واحد، كيسموها بالدارجة الدرة، يعني أن رجل متزوج بأكثر من امرأة، أبوهم واحد، وهذا فيه إشارة إلى الأصل الذي أرسل الله به جميع الأنبياء والمرسلين، ألا وهو عبادة الله وحده. وأمهاتهم شتى، قال العلماء هذا دلالة على اختلاف الشرائع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث جاء في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا الحديث فيه تأكيد على أن أصول جميع الأنبياء واحدة، وأن شرائعهم تختلف من نبي إلى نبي أو من رسول إلى رسول، ومن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. هذه عقيدة نبلغها للناس. نحن نؤمن بجميع المرسلين، نؤمن برسالة نوح، ونؤمن برسالة إبراهيم، وبرسالة موسى وعيسى، ونؤمن برسالة محمد، ونؤمن برسالات جميع المرسلين، نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وهذا كما ذكرت وسأكرره من جلائل هذا الدين، أن نحن في ديننا لا يمكن أن نكفر برسول واحد أو نبي واحد. وأنا بتجربتي وكتكلمت مع غير المسلمين، إذا قلت له، هذا الذي يقول أنا أؤمن بالله، هل تؤمن برسالة محمد؟ يقول لك لا. قد يحيد عن الطريق ويدور، ولكن لا يقر. وتكلموا مع الناس وسترون ذلك، لا يقر بها. لو أقر بها لكان مسلما، لقلنا لو أنت تشهد أن محمد رسول الله فأنت مسلم، لا يقرون بها بتاتا. ومن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هذه الآية قد تمر عليك ولا تتأمل معناها: كذبت قوم نوح المرسلين. تعرفون أن نوحا كان أول الرسل، أليس كذلك؟ نوح كان أول المرسلين. هؤلاء الذين كذبوا نوح، قال الله عنهم: كذبتم جميع المرسلين. والمرسلون لم يكونوا قد أرسلوا بعد. تأملوا في هذا المعنى. نوح عليه السلام كان أول المرسلين بعد آدم. آدم كان نبيا، وأول رسول أرسله الله للناس لتعليمهم وبيان الحق الذي أنزل هو نوح. فهؤلاء الذين كذبوا نوح كذبوا جميع المرسلين، وإن لم يكونوا قد أرسلوا بعد، فقد أثبت لهم تكذيب كل مرسل، كل رسول سيأتي من بعد بسبب تكذيبهم لنوح عليه السلام. فالإيمان بالرسل إيمان يحسسنا بوحدة الإنسانية، أن هذه الإنسانية، أن هذه البشرية، أن الناس جميعا إذا آمنوا بالمرسلين في جميع أطوار البشرية والتاريخ، فيتحقق التوحيد الناس، و سيتحقق جمع الناس على رسالة واحدة. ومعرفة هذا الاعتقاد وهذا الأصل تعطي المسلم قوة في الكلام مع الناس،
في الحوار في بيان الحق. أنا أؤمن بجميع الأنبياء، أنا أؤمن بجميع المرسلين، لا أفرق بين أحد منهم. وقد بيّن الله تعالى في محكم التنزيل وبيّن أن نبيه محمد هو خاتم الأنبياء وبه ختمت الرسالات، وهو هذا من خصائصه، من خصائصه أنه أرسل للناس كافة لجميع الناس، وأن بعد مجيئه لا بد للجميع أن يؤمن به. قال النبي وختم بالنبيون وأرسلت للناس كافة، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، وخاتم في الرواية الأخرى نبيين. فهذا يأخذنا إلى خاتمة الأمر هو، وهذا كذلك في الحوار وفي الكلام مع الناس المسلمين وغيرهم، نقول أن هذه الرسالات، أن رسالات الأنبياء ختمت برسالة محمد. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأرسلت للناس كافة وختم بي النبيون. فهذا له كذلك من العقل، له كذلك وجه واضح بأن هذه الرسالة لابد أن تختم في يوم من الأيام. فكان إرسال محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة للرسالات وخاتمة للمرسلين وخاتمة للنبيين، ولهذا أمر الناس جميعا باتباعه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة في يد عمر من التوراة، قال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ ما معنى متهوكون؟ هل تشكون في الذي في الذي جئت به؟ لو أن أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. يعني النبي يتكلم عن نبي الله موسى، والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. هذا إيماننا بالرسل، وهذا اعتقادنا اتجاه الرسل، وهذا الأمر لابد أن يرفع به المؤمن رأسه وأن يتحاور حوله وأن يتكلم مع الناس فيه، فسيظهر جلاء هذا الاعتقاد مقابل الخربطة واللخبطة التي فيها كثير من الناس تجاه الأنبياء والمرسلين. فهناك من أطراهم، وهناك من غلا فيهم، وهناك من تنقصهم، وهناك من كذا. أما المسلم فعقيدته أنه يؤمن بجميع المرسلين ويعتقد أنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، وأن رسالة هذا تصدق رسالة الآخر، وهذه رسالة الله تعالى للبشرية جمعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا إنه الغفور الرحيم.